عند الحصول على تذكرة من هنا تستطيع ركوب أول قطار سريع في أفريقيا. تدشين قطار جوترين السريع في جنوب أفريقيا قبل أيام من كأس العالم يشكل قفزة نوعية في نظام المواصلات، ويستطيع المشجعون الوافدون إلى المطار وعامة الناس الوصول إلى وسط جوهانسبورغ في أقل من ربع ساعة. في المكسيك عندنا قطار الأنفاق وهو جيد، وسنرى إن كان هذا القطار جيدا كذلك. يستطيع القطار السير بسرعة تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة خيالية في هذه المدينة المزدحمة. قد يستغرق الوصول إلى سانتن ساعة أو ساعة ونصف، وهذا يعتمد على أشغال الطرق، فيستغرق الوصول دهورا، لكن على القطار 12 دقيقة، مذهل حقا. يشعر الشخص بأمان كبير على متن القطار، وهي رحلة سلسة جدا، مريحة ودقيقة. استغرق بناء جوترين 4 سنوات وبكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار، وثمن البطاقة لركوبه يعادل 13 دولارا لقاء رحلة قصيرة، وهو ثمن بعيد المنال بالنسبة لكثير من الذين يعيشون قرب خطه. وبالإضافة إلى مواعيده الدقيقة، فالسلامة أيضا عالية على متن جوترين. هذا القطار يمكن أن يشكل بديلا عن القطارات الأخرى التي نادرا ما تتقيد بالمواعيد، وقطارنا سيكون آمن، لذا سيكون هناك حضور أمني قوي لضمان الأمن على متن هذه القطارات. خط ثان يربط بين جوهانسبورغ والمركز السياسي بريتوريا سيفتتح عام 2011، ما قد يشكل دافعا لإنشاء شبكة نقل عمومية أوسع كانت أهملت خلال حكم الأبرتايد للحفاظ على الفصل العنصري. Just in luck before the water.